صوت الأردني عشقنا وطربنا له وأحببنا غناءه الجميل. بدأ مشواره الفني عام 2004، شارك في أوبريت يا أردن يا غالي، أطلق ألبوم غنائي يحتوي على أغاني من كلماته وألحانه، شارك في ستار أكاديمي 5، وحصل على المركز الثاني، وآخر أعماله كانت أغنية يا أردن من كلماته وألحانه أيضا. كان آخر حفل له في مهرجان صيف عمان، وكان عدد الحضور 12,000 متفرج.